عن المقداد ابن الأسود، وهذا ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن على أحد بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شوف يا اخوانا، الحديث ده حديث خطير قوي. ما آمن على أحد بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. يعني شوفوا الحل بقى لما تبلغ درجة الغليان، لما تبلغ درجة الغليان إيه اللي بيحصل؟ المية بتفور تفور في هذا القدر إذا استجمعت غليانا. كذلك القلب يفور بما فيه، القلب بيفور بما فيه. ولذلك سبحان الله، لما انت قلبك لما انت بتنشرح تجد صدرك منشرح كده، وقلبك هادي، نبضك مستقر مش كده، تحط ايدك على قلبك تجد قلبك بفضل الله مستقر ودقات قلبك حلوه وما الى ذلك. لما يكون صدرك ضيق لاي سبب، لاي سبب، تشعر ان انت صدرك ضيق وهتتخنق، هتتخنق يا اولاد، وتيجي تحط ايدك على قلبك تجد ايه؟ دقات قلبك شديده وعنيفه. مش كده ولا لا؟ ايه المساله دي؟ هذا كله بسبب فوران القلب، فالقلب اما ان يفور بالخير واما ان يفور بغير الخير. هذا حديث من اسناده صحيح.